لكن يا قديم انت مش محتاج تموت نفسك عشان الناس تعرفك او تعرف حقيقتك. خلينا اعرض لك الفيديو اللي بتعرضه الناس كلها هدية من برنامج مصر النهاردة وانت عايش وانت حي عشان الناس تعرف او انت تعرف الناس بتكرهك ليه. سيداتي انساتي سادتي اليكم الكائن المعجزة مروج الاكاذيب اللي عارف نفسه كويس قوي عمرو اديب. امبارح وهم واقفين بيرشوا الفلوس واحنا عرفنا في 2011 اهو هسمع حضراتكم صوتك. راجل ما بتفهمش منافق طالع بتتكلم على فيديو ان احنا بنتقاضى فلوس من ناس. انت اولا انت راجل كذاب لان الفيديو كامل عندك وانت قصه. انه كلمه القصر دي مستفزه جدا. البلد والناس اللي مش لاقيه. طب يا جماعه ما جنبيها كذا وكذا. لا 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 سيبك من الموضوع ده. كلمني على القصر. القصر نمره واحد. هذا القصر ليس ملكا لعبد الفتاح السيسي. يعني عبد الفتاح السيسي لن ياخذه او يورثه لابنائه. محمود حمدي عبد الفتاح السيسي عضو المنتدب وقال لك ده محمود السيسي جاي يقعد مع عمرو بقى عشان خلاص والتلميح والناس اللي قالت لك اصل الراجل مش راجع وكل الحاجات اللطيفه دي. وادي محمود السيسي. وليد ده الثاني. وليد عبد الرحمن حسن سوداني الجنسيه مواليد 21/8/97. ما بيرد. يعني انا تحت ضغط ان انا اقول الكلام ده. ما بيرد. انا كنت رافض ان اقول الكلام ده. اجبروني وضغطوني ان انا اقول الكلام ده. يعني حتى ما كان باللغه السودانيه. حكايتي الاولى طبعا زي ما حضراتكم شايفين وسامعين هتكون عن سد النهضه والمفاوضات وكل الحوادث. بس انا عايزه ابتدي من الاخر. يعني عايزه اقلب الحكايه. هو مين اللي قلب الناس دول علينا؟ مين اللي طلع البكابورت ده؟ الناس اللي كانت قاعده تتكلم. الناس كانت الراجل ابو دقن ده كان بيتكلم عايز حرب اهليه. كان بيتكلم على دوله عايز يعمل حرب اهليه. طب الناس دي تامن لك ازاي؟ انت فاكر ان المواطن الاثيوبي ده قاعد عارف انه مرسي مشي ومش عارف مين جه واصل ده؟ لا خير ده وده لا لا لا. هو البرسبشن ان مصر عايزك تعمل فينا كده. مش في سد بيتعمل ولا ايه؟ وهنتفق مع الناس على عدد سنين معينه يحجزوا ميه عشان يبنوا السد ده ولا ايه؟ مش كده؟ قائد ثورتنا نغس فرفوش هادي دي المعارضه يا جماعه. انا والله انا عايز اعارض. انا عايز بقى اشتغل بقى معارضه بقى. ايه الحلاوه بتاعت المعارضه دي؟ يعني بصوا الراجل وشه اتغير. يعني عامل زي العمليات اللي بتعملها الفنانات. وقف هنا ونزل تشبه يعني ايه؟ يعني شكله بقاش مصري. انت جايه من البرازيل ليه ما بترقصيش سامبا ورامبا؟ وايه اللي خلاك ترقصي رقص شرقي يعني؟ لا انا ممكن ورا السامبا كمان. ترقصي سامبا كمان؟ يعني مسك بقى كمان على الراقصه المصريه او اللبنانيه انك ترقصي سامبا ورامبا غير كمان الرقص شرقي. رامي قالت لي يا عمرو انا نفسي اشوفك على التلفزيون. انا عايز اتكلم عن نفسي لان انا الفتره دي مش عارف اتكلم عن نفسي. البلد كانت اهم. ده عمرو اديب ودي حاجه بسيطه من عمرو اديب. عمرو اديب اللي الحقيقه تفرغ لكل حاجه سخيفه في الدنيا ويغني معاها. ده عمرو اديب اللي قال على مبارك عايز يقعده في البيت. وهو نفسه عمرو اللي قال لم يقصف قلم على مبارك. وهو نفسه اللي رجع بعد كده قال لك مبارك ما كانش بيتعشى وكان بيتعشى حاجات خفيفه. هو نفسه عمرو. اما قصه بقى انه خايف لما موت والصعبانيات دي فشوف الحقيقه زمايله بيحكوا عنه ايه. وان اللي خايف الناس تشمت في وفاته هو نفسه كان بيسخر من مرض احد زمايله الاعلاميين توني خليفه. اسمع توني خليفه بيقول ايه على عمرو اديب. عمرو اديب انا طويت الصفحه معه. بس ليش انا كنت هون عم بهاجم عمرو؟ هاجمت عمرو على شغلي وحدي بس. انا كنت مريض عامل عمليه جراحيه عم بنزف بالحلقه. يعني كان صاير معي كنت حاطين لي ميل لكيلوتي وفلت اثناء الحلقه ونزل المخرج حكى لعمرو وقلنا له اني انا تعبان وكذا وعملنا الحلقه وكانت حلقه حلوه وراحت الحلقه خدوني بنهايه الحلقه على المستشفى وفي شهود يعني مليان. اتفاجأ انا مره سالت انه شو الحلقه اللي حسيت حالك فيها بلماذا كان انه ما كنت. قلت له الحلقه اللي بتمنى اني كنت انا اكون فيها افضل هي حلقه عمرو اديب بس للاسف كنت مريض. فبيطلع هو مع وفاء الكيلاني بالصدفه عم بحضر بلاقيه عم بيسخف وعم بيتمهزق عم بيستهزأ انه راح ادعى المرض ولاني كسبته كزي ما كسبنا الجزائر 4-0 راح عامل حاله مريض خرج من استوديو ما حطش وشه في وشي ما دعانيش حتى اخد شيشه. يعني كلام فيه افتراء وفي ظلم على موضوع صحي. يعني على موضوع مش انه عم نحكي مهنيا انه ايه والله توني خليفه منه اعلامي متعدي على لا نحكي قد ما بده. بس واحد وصلت انا يعني انسان بصحتك وبمرضك وببلدك. يعني بدل ما يا عمرو تخلص الحلقه وتروح بسيارتك على المستشفى تسال على اي مستشفى اخذتوه فتطمن على زميل لك ببلدك ضيف طالع تستهزئ فيه على الهواء وما عزمنيش على الشيشه وكسبته. مش بس توني خليفه ده هو عمرو نفسه
اللي ما قدرش يمسك نفسه من الشماتة لما مات الرئيس الراحل محمد مرسي، وقال ده رئيس جاب الصدفة، واستضاف سعد الدين الضلالي سوري الهلالي عشان يقول عن شماتة الناس في وفاة الرئيس مرسي ويشفي صدور قوم المؤمنين. فرق ومين يلم الكلام ده؟ هو موته خراب ديار؟ الرجل قد مات، الرجل قد مات، هيكون اعظم من مين يعني؟ يوارى التراب وخلاص عيلته تاخد عزاء وانتهينا، انما هذا الاستعراض للقوه في جنازه، يبقى انت لا، انت مش زعلان بقى على محمد مرسي العياط، انت عايز يعني تستغل الامر سياسيا ويتم تطويره سياسيا، وهذا امر غير مقبول على الاطلاق. ان هذا الرجل لم يكن مزمعا له ان يكون رئيسا لمصر، جاء رئيسا بالصدفه. هذا الرجل قد جاء رئيسا بالصدفه، وعشان الله يرحمه مات، مش عايز اقول وقتها اتقال عليه كان ايه التعبير اللي بيستخدم عنه، وهو معنى الراحه النفسيه وشفاء القلب، ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يعني مش مفيش شماته، بس راحت قال ارتياح. اليس من حق الانسان انه يرتاح؟ لا ارتاح انت يا شيخ سعد، ارتاح قوي. اخيرا فعمر اديب الحقيقه ابعد ما يكون عن مهنه الاعلام الحقيقي، زي المهنه اللي بتوصفها امينه خيري في جريده المصر اليوم. خلينا نشوف المقال ده او جزء من المقال ده لامينه خيري عن مهمه الاعلام حين حمل المذيع نادر سيف الدين اللي هو هنيدي في جاءنا البيان الثاني، وزميلته المذيع عفه الشربيني حنان ترك معدتهما، وتوجه مع طاقم تصوير قناه الحقيقه الى المواطنين في ليله راس السنه لمعرفه شعورهم، خرج بتقرير اولي لا يحتوي الا على شكوى مريره من شظف العيش وضنك المعيشه. يخرج التقرير مفرطا في الواقعيه لكن يثير غضب المسؤولين في القناه، لذلك يتوجه فريق القناه الحقيقه مجددا ليعيد التقرير برؤيه مختلفه غارقا في السعاده والتفاؤل والمرح. لا هذا اعلام هادف ولا ذاك. الصحيح هو ان الاعلام في زمن تستقي منه الملايين الاخبار والاراء من منصات التواصل الاجتماعي هو نقل الخبر وضبط الميزان والتوقف عن اعتبار دوره مصححا او نافيا او مؤكدا فقط لما يدور في التواصل الاجتماعي. الدور التوعوي المنضبط للاعلام التقليدي اصبح مساله حياه او موت. انا بس عايز اقول لك على حاجه، عمرو اديب ما هي ظاهره جديده. في سنه 1964 بعد ما امم عبد الناصر الجرايد والصحافه كلها، وده بقى معلومه اتحدى حد يراجعني فيها، هيكل نفسه اللي كان ذكرى المئويه بتاعته يوم الجمعه، وهو كان استاذ في التضليل الاعلامي، وانا بقول لك تضليل بوثائق، هيكل نفسه لما امم عبد الناصر الصحافه خرج كتب مقال قال لا لماذا لا نقول ان احنا بنصلح الاعلام ولا نقول اللفظ الصحيح تأميم الصحافة، لأن الصحافة لم تؤمم، الصحافة ملك للشعب. وطلع هيكل يفبرك مقال كده على أن قوانين التأمين للصحافة دي في صالح الشعب. ده الكلام ده في 63. في 64 حلمي سلام فصل 40 صحفي كبير من الجرائد والمجلات، منهم مثلا صلاح حافظ، منهم مثلا محسن محمد، أسماء كتيرة جدا، وداهم باتا ووداهم حاجات كتير، اللي وداه المطار واللي وداه باتا بتاعت الأحذية. كانت النتيجة إن الصحفيين عرفوا بقى إن الصحافة دلوقتي تتلخص في الآتي: نافق، أيد، طبل، فقط لا غير. دول الجيل الجديد في الصحافة يا حضرات، جيل 64، جيل تأميم عبد الناصر للصحافة. هتتكلم أي صاحب رأي هيروح باتا. اسألوا حلمي سلام على اللي عمله في 40 صحفي، وكانوا كتاب كبار، وحتى ان حلمي سلام قال اصلهم عاملين زعامات. وهكذا خلق عبد الناصر نوعيه من الصحفيين دي، لدرجه ان هو ما كانش يعجبه كان يوقف الصحفي. اديك حكايه ثانيه، انا اديك حكايه ثانيه. سنه 1964 63 حاجه زي كده عشان مش فاكر كويس، لكن البرازيل كانت خدت كاس العالم، مصر راحت قالت للبرازيل تعالى العب معانا ثلاث ماتشات، ماتشين في القاهره وماتش فين؟ ماتش في اسكندريه. عبد الناصر عرف ولقى مصطفى امين عامل موضوع على القصه دي. يعمل ايه عبد الناصر؟ راح مكلم مصطفى او علي امين، كلمه قال له انت بتعمل ايه؟ برازيل اللي تجيبها تلعبنا. قال له ماله يا ريس، ده البرازيل دي بطلة كاس العالم. قال له انت هتجيب فريق يغلب فريق مصر؟ مصر ما تتغلبش، مصر ما تتغلبش، انسى القصه.
اوعى تجيب فريق يغلب مصر. وكانت مشكله عبد الناصر ان هم جايبين البرازيل اللي يغلب مصر، ومصر مش مفروض تتغلب حتى في كره القدم. ده كان عبد الناصر رئيس تحليل اعلام، وده بقى نموذج السيسي بالظبط. حتى ان عبد الناصر لما كان بيكرم انيس منصور في مره بعد ما فصله ورجعه، وهو بيكرمه في مره كده واقف جنبه يوسف السباعي كان وزير الاعلام، عدى انيس منصور وسلم عليه في التكريم، مايل عبد الناصر على يوسف السباعي قال له مش ده يوسف، مايل انيس منصور قال له مش ده انيس الشيوعي؟ قال لا التاني عبد العظيم انيس. تحب تفصله تاني يا ريس؟ هو ده الاعلام، هو ده الاعلام اللي انتج يا حضرات عمرو اديب. نافق، طبل، ايد، ارقص، انما الشعب لا. هي المعادله بقت كده، اما انك انت مع الشعب ولسان حال الشعب، واما انك انت مع السلطه. باختصار عمرو اديب نموذج للاراجوز اللي بيتحركوا الفلوس والسلطه عشان ينطق بما يملى عليه، مش بالحقيقه ولا باللي يعاني منه كل يوم الشعب. نبطش افراح، اللي ينقطه أكتر يحييه أكتر. هو ده نفس السبب اللي تخلي الناس تكرهك يا عمورة. وإذا كنت خايف الناس بعد الموت هتقول عليك إيه، فأدينا سمعناك الناس بتقول فيك إيه قبل الموت. حاول، ولأن دي صعبة، حاول تقول الحقيقة ولو مرة واحدة. حاول تحترم نفسك ولو مرة واحدة. ولو إني أظن إن حتى محاولتك إنك تطلع محترم، إعلامي محترم، مستحيلة. مستحيلة، لأنك أنت تربيت على كده، دأبت على أن اللي يدفع لك تطبل له. فريح نفسك وريح الناس، وغدا لنظيره قريب، لعله قبل الموت يتعمل عليك حفلة، ولعلها قريبة.